هؤلاء الأساتذة يعملون في المناطق النائية إلى حد اليوم، إلى حد الساعة القوائم الأساتذة المرتبين في القوائم من 700 حتى 800 ومن 600 حتى 835 بدون رواتب وبدون أجور. الإشكالية الموجودة اليوم هناك تقريبا أن المراقب المالي لولاية جلفا يرفض تأشير ملفات هؤلاء الأساتذة نظرا لخطأ تقني. أنه الأساتذة المرتبون من 700 إلى 835 اليوم نقف وقفة احتجاجية وإضراب عن الطعام لعدم تسوية وضعيتنا المالية والإدارية، وكفانا وعودا كاذبة الذين وعدونا في منذ سبتمبر المنفرد.